مفهوم الناس دي للنص. نعم. طب عايز اقول لك حاجه، نعم. انا مش نبي تقدر تسحرني، احنا مش صحراء، انا مش نبي تسحرني. هات عاوز اقول لك حاجه، هدي لك شيك بنص مليون جنيه وهات ساحر يسحرني. والله والله بعقيدتك هذه لو جبنا ساحر بيلعب في الشارع هيسحرك. طب ما يلا لو بنفس العقيده دي يلا ونجيب ونسجل في التلفزيون. لا نريد لا نريد ان نخرج عن نص ما اردنا ان نقوله. احبك وانت توافقني الراي. نعم. وحبي وتقديري واحترامي ومودتي يزيد وأنت تخالفني الرأي. عاوز أقول ما فيش حاجة اسمها سحر النبي، ما فيش حاجة شرب بول النبي، ما فيش، كل ده كذب من وجهة نظرك. ما فيش حاجة شرب بول الإبل ده كذب. خلينا في موضوع، صلي بس على حبيبك، صلي على حبيبك كريم. جميع الروايات مطهور في سندها، ده النبي اللي يحل الطيبات ويحرم الخبائث. طب الروايات دي مطهور في سندها من مين؟ كلم بس ده كلام أبدا يا أستاذ، بس يا جدعان الحديث بالظبط. احنا عاوزين علم الحديث. انا جايب منين؟ انا اصول الدين قسم الحديث من 10 سنوات. يعني احنا عاوزين نقصد. طيب انا نفسي استاذ فتاح اسالك سؤال واحد. نعم. القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه بعقل من نفهمهما؟ بعقلك انت ام بعقلي انا ام بعقل الاستاذ محمد ام بعقل من ان ربنا يسامحه محمد جابر ام بعقل اخونا الشيخ ابراهيم؟ بعقل من نفهم الكتاب والسنه؟ نفهمهم بعقل السابقين. بعقل من السابقين؟ ما هو انت الذين قال الله تعالى عنهم هو بيتلي على كده. افهم ذلك لقوم يعقلون. من يعقل في اي مكان في العالم؟ النفس البشريه. طب خلينا في المناظره بقى. انا اسالك سؤالا، هل تظن في نفسك بان عقلك يصل الى فهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قال الله تعالى في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ بترد على سؤالي. مقارنة غير مقبولة. أنا ما بقارنش نفسي، أنا بقول أنا مسلم. ربنا قال لي القرآن لقوم يعقلون، استعمل عقلك فيما يعرض عليك. كلام السابقين واختلاف ما اتفقوش خلينا في المناظرة. طيب معلش أنا أدير الحوار يا شعب الرحمن. بارزنا شيخ إبراهيم، خلينا في المناظرة. ما الذي لا يتفق معك أو مع القرآن تزيدا، يعني تساهلا مع المشايخ ومعك في ما يخص الجن يدخل أم لا يدخل؟ هو بيستشهد. أرفض ما قاله الشيخ عبد الرحمن بالأدلة، يعني نحن أمة الدليل. ما أنا عاوز أقول لحضرتك القرآن والسنة. واخد بالك؟ هو دلوقتي لما يكون واحد على لبسه عفريت دخلوا جن، مش عرفك ان دخلوا جن؟ والقرآن الكريم بيؤكد يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إح هم بيشوفونا واحنا ما بنشوفهمش. لما النبي التاوب اما الواحد يتاوب يحط ايده عشان الشيطان. طب وش عرف ان النبي الشيطان بيخش؟ اولا النبي لا يعلم الغيب الا بالوحي. طب ما ده وحي. قل لا يعني حضرتك ربنا يحفظك. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الوحي هو القرآن، نوحي اليك من انباء الغيب. انباء الغيب وحي. وبعدين يقول لك ايه بقى؟ هم بقى الحجه يقول الوحي ليس وما ينطق وما ينطق. لا 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 وحيين. هو بينقل نفسه على فهمتي يا اخي الكريم. اذا كان القران وحي والسنه وحي، اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم تلك ايات الله. ما الدلاله من هذه الايه؟ انت تستشهد بايات غير موضعها. يا عبد الرحمن يا استاذ فتاح معنا اتصال. اتفضل. يعني انا مش انا استاذ محمد، انا بس رد بسيط جدا بس ربنا يحفظه. انا بسال سؤال واحد بس، ده سؤال جميل والله فعلا. احنا لو جبنا واحد ميكانيكي يتكلم في الطب، هل حد يقبل الكلام ده؟ ما حدش يقبله، مستحيل يعني. حضرتك انت بتتكلم في الدين بناء عن ايه؟ يعني بتفسر القران ده بناء عن ايه؟ يعني لما اجيب لك مفسرين اهل الارض واكبر علماء في الائمه من السابقين واللاحقين، وحضرتك بتقول لي يتفكرون، بيجيب الكلام ده منين؟ يعني حضرتك جايبه منين؟ انت حضرتك ايه معاك شهادات مثلا في القران او في السنه او اجازات او شيء من هذا القبيل حتى تتكلم في القران والسنه او كلام او كلام من او حضرتك عفوا ده كلام من اهل العلم؟ يعني حضرتك في حديث عند البخاري ومسلم اللي هو حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث موثق عند البخاري يا شيخ ابراهيم. يعني تقصد ان تقول ان الاستاذ فتاح ليس متخصصا كي يناقض كلام علماء في هذا المجال؟ مش في اي حاجه. البخاري ومسلم اهو
وجميع سند المرويات في الكتب التسعة مطعون فيه. ماذا تعني واضح بقى لا واضح ان الشيخ الشعراوي هنا ما الذي تعني في واضح ان اخونا يفهم اكتر من الشيخ الشعراوي ومن الشيخ عطية صقر ومن مفتي الجمهورية ومن ابن تيمية وابن القيم وكل الكلام ده. اذا كنا فين الحديث فين حضرتك اخونا الشيخ عبد الرحمن متخصص حديث فين السند. اذا كنا هنتكلم باسلوب تجريح شخص لا مفيش تجريح شخص ولا نسمح بهذا. انا عاوز اقول حاجه عاوز اقول حاجه بالسنة عرض الحائط. انت يا اخي الكريم الروايه سند ومتن مظبوط. هل انت تعترف بال14 كتاب من كتب الرجال اللي بيقولوا ده ضعيف ده متروك ده صحيح ده موثق تعترف بيهم ولا ما تعترفش؟ احنا طلعنا الروايات. مين اللي طلع؟ مين المدرسه العقليه المعتزلة ومن نحى نحوهم من الأشاعرة والعلمانيين؟ يعني الكلام ده هؤلاء والقرآنيين يعني المدرسة العقلية مرفوضة يقينا يقينا. أنا بقول لكل الجمهور الحديث يا إخوان المدرسة العقلية القرآن بيقول لقوم يعقلون لأولي النهى لأولي الألباب وإحنا بنقول المدرسة العقلية مرفوضة. أنا أتكلم عن أتكلم عن المدرسة العقلية التي ترفض الكتاب وصحيح السنة بس هذا الطعن الذي تطعنه. ما الحديث البخاري وغيره ما هذا الذي في هذه المدرسة عقلية ترفض الكتاب والسنة. السنة في جميع أبحاثي السنة النبوية الشريفة هي التطبيق العملي لكتاب الله. العمل وفقط قولا وفعلا قولا وفعلا وإقرارا ومنكرها وصفة ومنكرها منكر للقرآن الكريم. طب أنا عاوز أسأل لا تقتلوا البراغيث فإنها توقظنا لصلاة الفجر. من الذي قال هذا الحديث؟ من قال لك بأنه حديث؟ عاوزين عشان الوقت. من قال بأنه حديث؟ يا شيخ عبد الرحمن احنا معانا خلينا في الجن والسحر.